إلى الآن وغيرها الكثير من الأمور اللي لابد أن نسمع عن تفصيل ماذا جرى خلال عام. إحنا آخر لقاء كان هو في 20/9 لقاء الانتخابات النيابية بعد جولة كبيرة للناس وللدواوين وللملتقيات والجمعيات، حتى أفرزنا يعني مجموعة من النواب في التحالف الوطني في الدائرة الخامسة والحمد لله رب العالمين. الآن في هذا الوقت في هذه الساعة إن شاء الله نريد أن نسمع من المرشحين أو عفوا إحنا رجعنا لأسد نريد أن نسمع من النواب إن شاء الله الآن الملخص عن إنجازاتهم، هذا لهم، ولكن ما لنا نحن إن شاء الله هو ما سيكون بعد كلماتهم حتى نضع ملاحظاتنا، توصياتنا، مطالبنا، بعض النقاط التي سنلحظها إن شاء الله من مداخلاتهم بإذن الله، وعليها إن شاء الله سنتحدث فيما بعد أن يكملوا لقاءاتهم. نرحب بالأستاذة ديما طهبوب يعطيك العافية، والأستاذ تامر بينو، دكتورة ديما طهبوب والأستاذ تامر بينو، والدكتور مصطفى العساف، والأستاذ ماجد النجار العضو اللامركزية في منطقة الصويرة. حياكم الله جميعا. نبدأ بداية لقائنا هذا بكلمة للدكتورة، وبحكم أنها أيضا هي الناطقة الإعلامية للتحالف في المجلس، وكذلك إحنا دائما يعني من مكارم العرب دائما نبدأ بالضيوف دائما، فهي ضيفة علينا في الصويرح إن شاء الله. الله يحييك يا دكتورة، وهذا المايك معك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. تحية لأختي الكريمتين الحاضرتين وللإخوة جميعا. أنا مش غريبة كثير عن الدائرة لأني أنا بنت الدائرة من ناحية السكن والتصويت، وإلى عندكم 8 أصوات طبعا، في منهم الآن نائبين. فالحقيقة يعني إحنا مرت سنة، ويعني أعتقد أنه هذه السنة من الجيد أن نلتقي فيها الآن، لأنه من باب التقييم، من باب التغذية الراجعة منكم، ولعل هذا من دورنا الأساسي كنواب، لأنه أنتم تعرفوا أنه في نواب يعني بمجرد ما تنتهي المرحلة الانتخابية لا يكون هناك تواصل، ولكن إحنا في كتلة الإصلاح جعلنا نهجنا أن نتواصل مع المواطنين، لأنه هذا يعني هم مرجعنا الأساسي، هم خزاننا الأساسي من ناحية الأفكار، من ناحية التقييم، وليس فقط كخزان تصويتي نلجأ إليه فقط أثناء الانتخابات. إخواني وأخواتي الكرام، يعني حتى نضعكم في وجه الصورة أن هذه الانتخابات أتت بعد 12 سنة تقريباً من الغياب للحركة الإسلامية عن المجالس النيابية، وخلال هذه السنوات كان في قوانين انتخابية خلينا نسميها بعجرها وبجرها أنتجت المجالس النيابية اللي أنتم بتعرفوا عنها، وللأسف اضطرينا إحنا أيضاً أن يعني نقبل بهذه القوانين التي تعدل ربما في كل دورة انتخابية جديدة، ولكن جزء من عدم الرضا عن أداء مجلس النواب بكليته كان سببه هذه القوانين. لذلك إحنا في كتلة الإصلاح في بداية السنة الأولى أقمنا مؤتمرين صحفيين للإعلام، خرجنا وصرحنا المواطن بقليلنا وكثيرنا بما أنجزنا على مستويات عديدة سأستعرضها الآن أمامكم. من هذه المستويات مثلاً من أهم الكتلة خلال سنة تقريباً مرت فيها دورة عادية ودورة استثنائية، كان عندنا تقريباً ما يقارب 50 اجتماع، وإحنا ككتلة نجتمع أسبوعياً يعني الآن مرة، ولكن أثناء الدورة العادية بنجتمع اجتماع مطول وأيضاً اجتماع قبل الجلسة. كذلك عندنا تقريباً 160 قرار، منها قرارات تنفيذية، منها قرارات رقابية، منها قرارات تنظيمية تتعلق بتنظيم عملنا. من أهم القرارات اللي إحنا بنعتبر إنه إحنا أخذناها في هذه المرحلة والتي ثبت لنا صوابيتها، اللي هو قرار حجب الثقة عن حكومة الهاني الملقي. وحتى تكونوا في الصورة، إحنا يعني مش معارضة عدمية بنقول إحنا معارضين على طول الخط، لا، إحنا التقينا مع دولة رئيس الوزراء وكان هناك مناقشة لعدد من المطالب، شملت على ملف الأسعار، على ملف الضرائب، على رفع أو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. إذا في مية رفع مستوى المعيشة للمواطنين،
كذلك كان لنا موقف فيما يتعلق باتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، فكان في عدة أشياء اعتبرناها هي القاعدة لإعطاء هذه الثقة من الحكومة، وللأسف لم نسمع ردود إيجابية فيها، فقررنا إنه إحنا يعني 14 نائب من كتلة الإصلاح أن نحجب الثقة عن هذه الحكومة، وتبين لنا وأكيد تبين لكم أيضا صوابية هذا القرار في الرفوعات المتعددة التي تلت بعد ذلك في الاستئساد على جيب المواطن الأردني وغيرها من القرارات غير الشعبية. أيضا في مشروع الموازنة بالذات يعني أعتقد كان لنا ولمجموعة من النواب، إحنا عددنا وصل 22، في الموازنة كان هناك بند خاص برفع الضرائب بمقدار 450 مليون دينار، وصوتنا مش مرة واحدة وإنما مرتين على رفض هذا البند، ووصل العدد اللي معنا إحنا 14 وصلنا ل 22، ولكن للأسف مر القرار بالأغلبية. وهنا إخواني وأخواتي الكرام يجب أن أنبه أن يعني هذه هي الديمقراطية، للأسف هناك أغلبية وهناك أقلية، فهل نترك الوضع بالكلية عشان إحنا مش قادرين أن يعني نحصل دائما على الأغلبية؟ لا، أنا بقول إنه إحنا بنضل صوت المواطن الأردني، نحاول، هذه سنة التدافع، هذه سنة الله في الكون، إنه الإنسان بده يضل يحاول وأن يكون لك صوت يشهد لك بالحق ويحاول التغيير من خلال المنظومة المتوفرة في البلد، هذا أفضل من إنه تكون دائما يعني الطاولة مفتوحة لرأي واحد يصوت باتجاه واحد غالبا لا يكون فيه نفع المواطن الأردني. كذلك تتذكروا أنه أثناء الفترة الانتخابية أيضاً كان في مشكلة كبيرة، هي مشكلة المناهج والتغييرات التي طالتها، وبالذات فيما يتعلق بمناهج اللغة العربية ومناهج التاريخ والتربية الوطنية، ويعني حتى أضعكم في اللي صار تقريباً، كان الدكتور خالد الكركي بتعرفوه كان قال اللي صار في المناهج مش تعشيب، إنه والله في إشي هون مش عاجبك وإشي هون مش عاجبك، اللي صار في المناهج هو حراثة، بمعنى إنهم غيروا كل ما توقعوا إنه والله يحافظ على الهوية الدينية والوطنية لهذا الشعب الكريم، ويعني استبدلوا يعني في أمور أخرى. فالحمد لله إحنا كنا الكتلة الوحيدة التي قدمت تقييما كاملا للمناهج، والحمد لله من خلال لقاءاتنا مع وزير التربية والتعليم استطعنا أن نغير ما حصل في هذه المناهج، وردينا لها مش نقول 100% ولكن 50% من يعني إعادة النظر التي صارت وإعادة النصوص الدينية والأحاديث النبوية والشواهد التاريخية، يعني نحن راضين عنها بالصورة التي وصلت إليها. كذلك كنا من أوائل الكتل، والمصطلح اللي بتسمعوا فيه نادت بعد هي كتل بعدنا اللي هي مصطلح الحكومة الإنقاذ الوطني، فكنا من أوائل الكتل اللي قدمنا يعني مذكرة للديوان الملكي بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل أمال الشعب وطموحاته وتطلعاته في الإصلاح السياسي والاقتصادي. كذلك رفضنا كل الأسعار أو رفع الأسعار والضرائب، ومش هيك وبس، طالبنا بجلسة لمناقشة رفع الأسعار، ولكن تم إجهاض هذه المطالبة والالتفاف عليها بتشكيل لجنة. ودائما بقولهم يعني اللي بقوله أحمد مطر، جاءت إليك لجنة تبيض لجنتان تفقس في النهاية عن ثمان، وبالرفاه والبنين تكثر اللجان. إذا بدك تشكل تفشل شغلة شكل لها لجنة، للأسف هذا عندنا وهذا الذي يحصل، ولا يختلف عن ذلك يعني مجلس النواب، أنا بحب أكون صريحة في حديثي، لا يختلف عن هذا الأمر مجلس النواب، فللأسف تشكلت لجنة وللآن لم نسمع بمخرجاتها بعد سنة كاملة أو أقل من تشكلها. أيضاً كنا من يعني من الكتل التي طلبنا مع زملاء آخرين أثناء مناقشة تقرير ديوان المحاسبة بتحويل الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد إلى مكافحة الفساد. أما من ناحية أهم القضايا التي أثارتها الكتلة، كان من أهم القضايا التي تصدينا لها اللي هي اتفاقية الغاز، اللي بتعرفوا أن الحكومة حاولت الالتفاف على مجلس النواب فيها من خلال أنهم عقدوها بين شركتين وطنيات باعتبار يعني شركة أردنية وشركة نوبل إنرجي الأمريكية حتى يتجنبوا عرضها على مجلس النواب، ولكن إحنا طالبنا كممثلين للأمة أن تعرض على مجلس النواب، وأيضاً تم المماطلة في هذا الأمر وأعطيت للجنة الطاقة، ويعني راحت وإجت وهي بتترجم
ولسه للآن ما زالت في إدراج لجنة الطاقة. بإذن الله في الدورة القادمة سيكون لدينا خطة لإخراجها من هذه الإدراج ومناقشتها، لأن وبالها بالأرقام وبالإحصائيات وبالدراسات على الشعب الأردني سيكون كثيراً أكثر من منافعها إن وجدت لها منافع من الأصل. كذلك يعني ساهمنا في ملفات الحريات العامة وقضايا الاعتقال والتوقيف، وجهنا مذكرة قبل شهر تقريباً بالذات بعد حادثة السفارة الصهيونية بإطلاق المسجونين بتهمة للأسف دعم المقاومة، ونأمل إنه هاي المذكرة يعني تلقى استجابة كريمة بإخراج هؤلاء الأسرى، لأنه ما أعتقد إنه دعوة المقاومة في هذا البلد وبالذات في الأردن يمكن أن يشكل تهمة. كذلك حاولنا تقديم بدائل ل يعني الرفعات الضريبية في مشروع الموازنة. اقترحنا بعد لقاءات بالمتقاعدين المدنيين خصوصاً إنه يتم رفع رواتب المتقاعدين المدنيين بنسبة 50 دينار، وكذلك اقترحنا وسائل لتحصيل التهرب الضريبي، اقترحنا وسائل للاستثمار في الثروات الأردنية، أيضاً اقترحنا وسائل لاستغلال المباني العامة غير المستغلة، ولكن للأسف لم تلقى يعني أذناً صاغية من هذه الحكومة. كذلك تابعنا قضية أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، والحمد لله الآن على الإطار النظري القانوني حصلوا بعض الحقوق، ولكن في التطبيق العملي ما زال هناك بعض الاختلالات بالذات فيما يتعلق بالحقوق المدنية. أيضاً من ناحية الدور الرقابي طلبنا زي ما قلنا عقد جلسة عامة لمناقشة رفع الأسعار، طلبنا جلسة عامة لمناقشة اتفاقية الغاز، أصدرنا مذكرة حول الخطبة الموحدة، طالبنا يعني وزارة الأوقاف أن تكون المواضيع التي تطرح في خطبة الجمعة هي مواضيع متلامسة مع حياة الشعب مع قضاياهم الهامة. أيضاً من ناحية الأسئلة التي تقدمت من الكتلة، أنتم تعلمون جميعاً أن الأسئلة الرقابية هي أحد وسائل التي يستخدمها النائب للرقابة على الحكومة، فالحمد لله إحصاء راصد وهو أحد الجهات الأهلية التي ترصد إنجاز مجلس النواب قالت أن الكتلة لوحدها قدمت 170 سؤال من أصل 824، أي بنسبة 20% من الأسئلة التي وجهها مجلس النواب. فالحمد لله نحن أكثر المتقدمين في هذه الناحية اللي هي الناحية الرقابية. أما من ناحية الاستجوابات وهي التي إذا لم تجب عليها الحكومة بطريقة مناسبة يعني بأدلة ثابتة يتم على أساسها طرح الثقة في ذلك الوزير المعني بالاستجواب. إحنا قدمنا 4 استجوابات من أصل 8، يعني نص العمل الرقابي كان يقع على كتلة الإصلاح. كذلك حرصنا على أن نتواصل مع المواطنين الأردنيين في كافة يعني ميادينهم، فقمنا بزيارة لحرس الحدود في المنطقة الشمالية حتى نطلع على التحديات بالذات في المناطق الحدودية. أيضاً زرنا مديرية الأمن العام، كذلك التقينا زي ما قلت سابقاً بوزير التربية والتعليم، التقينا بوزير الداخلية على أثر اللي هي قضية فصل بعض الطلاب في جامعة البوليتكنيك، التقينا وفد من المتقاعدين المدنيين، التقينا مدير الموازنة العامة، وكان ذلك أثناء تحضيرنا لمناقشة الموازنة، وهذا شيء مهم جداً إخواننا. أنتم تعرفوا أن النواب لا يمكن أن يكونوا من خلفية سياسية واقتصادية جميعهم، فإحنا بنحرص في كتلة الإصلاح إنه بالذات في المفاصل الهامة كقضية الموازنة كالقضايا الهامة اللي تطرح إنه يكون عندنا التأهيل الضروري للنائب بحيث إنه يستطيع أن يعني يناقش مداخل الموازنة، مخارجها، نقاط الضعف، نقاط القوة، البدائل. فالحمد لله قبل مناقشة الموازنة كنا في لقاء مع مدير عام الموازنة واطلعنا على هذا الأمر حتى يكون تصويتنا على بينة. أيضاً التقينا مع اللجنة الشعبية لمناهضة اتفاقية الغاز، التقينا أو زرنا الجندي أحمد الدقامسة بعد الإفراج عنه، التقينا وفد من نقابة الأئمة والوعاظ تحت التأسيس، وكذلك وفد من مالكي مكاتب الحج والعمرة بعد الأزمة التي حلت بهم، والتقينا أيضاً وفد من أهالي المزار الجنوبي للإطلاع عليهم. فكما ترون نحاول أنه مش فقط النواب أو المناطق اللي عندنا نواب فيها، ولكن نحاول أن نقوم يعني بما يسمى دور نائب الوطن
الذي يخدم أينما كان بغض النظر عن دائرته التي انتخبت. أيضا في الدورة الاستثنائية كان لنا دور كبير جدا، لابد أنكم لاحظتموه، ويعني الغايب يذكر بالخير حتى وإن لم يكن موجود. القامة القانونية الموجودة في هذه الكتلة، الأستاذ صالح العموطي، أشاد رئيس الوزراء بالأداء اللي قدمه الأستاذ صالح بالذات في الدورة الاستثنائية لأنها كلها عبارة عن قوانين، وبالجهد الذي قدمه في مراجعة القوانين. أيضا كان لنا دور في محاربة التردي الأخلاقي أو بعض أشكال التردي الأخلاقي اللي بيشهدها المجتمع الأردني، هذا أيضا حصل ضمن الدورة الاستثنائية. هذا ملخص لما قامت به يعني الكتلة خلال السنة الماضية. لا ريب أنه كما تعرفون أن السنة الأولى هي سنة فيها تحدي كبير، حاولنا ربما أن نوسع الكتلة إلى أكثر من 14 عضو، ولكن ربما خرجنا برؤية يعني أنه إن شاء الله 14 فيهم البركة. علاقتنا بزملائنا في بقية الكتل طيبة جدا الحمد لله، أعضاء الكتلة يتمتعون بالاحترام ليس فقط لأشخاصهم لأنه في بعض الأشخاص جدد، وإنما لأدوارهم التي يعني تمتاز بالجدية في العمل، تمتاز بالجدية في الأداء، فالحمد لله يعني هذا الشيء موجود، ولكن بتظل المواقف السياسية متداينة. هامش القدرة على التغيير أحيانا بننجح فيه وأحيانا يعني بديش أحكي إنه بنفشل، ولكن هذه طبيعة إنه إحنا 14 من 130، فيعني المتوقع أو سقف التوقعات يجب أن يكون مناسبا لقدرة هؤلاء 14 على العمل من 130 نائب. أنا أكتفي بهذا والله يجزيكم الخير، ويعني نخلي أبو عمر. رمل الأنباء، قمر الحقيقة.